الحلبوسي طموحاته مو برئيس مجلس النواب، هاي بالنسبة إلي صارت من الماضي، كان عنده طموحات أكبر بهواية. وهم يعرفوها، عرفوها. شني؟ عنده طموحات كبيرة. يعني يصير رئيس وزراء مستحيل حصلت الشيعة. 100% كان يريد يصير رئيس وزراء. حلمه طموحه وعمله كل الطريقة اللي يشتغل بها. جديدة. أن يأخذ رئاسة الوزراء هو. شلون يأخذ حصلت الشيعة مستحيل. هسا ما ماكو بالدستور كلمة حصلت الشيعة. خلينا نحشي هكذا. ليس هناك بالدستور كلمة إنه ولا رئاسة الجمهورية الأكراد ولا رئاسة البرلمان. بس هو استطاع أن يخترق الشيعة ويخترق الأحزاب الشيعية. وصار عنده إمكانيات كبيرة، إمكانيات مالية هائلة تمكنه أن يعني بعض الشيعة مثل ما بعض السنة يسوون نفس الشيء، لما يشوف مصلحته يستفاد ويحققها مع رئيس وزراء سني راح يأيد. الحلبوسي كان يهيئ نفسه لهذا المشروع، وكان في الدوائر المغلقة جدا يتحدث في هذا الموضوع. فإذا الشيعة يريد يبقوا مبارك عليهم، أنا أقول لك مو بالأربع سنوات، بالثمان سنين الجاية نشهد حكومة يرأسها سنية.